الشاعر الكبير الأستاذ أحمد فخر الدين موجود؟ جاش ضيعت الوقت كتير أنا في تقديم المقدمات دي كلها. أستاذ عبد العظيم الأحول المفروض إنه كان قاعد. أستاذ عبد العظيم عنده ظرف وبعت لي مش هيقدر يجي. بكلمني وقال جاي في الطريق. حصل له ظرف صحي. طيب الأستاذ الدكتور شريف العاقل موجود؟ استنى شريف العاقل. أستاذ علي أحمد. أستاذ علي أحمد أظن بتاع اللي هو من بورسعيد أو السويد. أجاش شعراء كاستيل ولا إيه؟ الشاعر الأستاذ عبد المنعم طه برضو؟ الملف ده كله الملف ده كله هولع فيه. خالد مصطفى أستاذ خالد مصطفى مع انه كاتب قصيده جميله اسمها هذا اليتيم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستاذ حسين ابو سيف موجود. الحمد لله احمدك يا رب احمدك يا رب. قصيده حماية الشعر اهداء الى سالكي درب الخليل وهي بالفعل شبه على قيثاره الخليل. يقول في مطلعها مناديا الشعراء أطلقوا البشرى تزفوا المشهد وانثروا المحلى نديا أمجدا. معكم الأستاذ الشاعر حسين أبو سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدوا على قيثارة الخليل أطلقوا البشرى تزفوا المشهد وانثروا اللحن نديا أمجدا وابعثوا الأشعار من أكمامها تقتفي جدوى الخليل كما شدا وانسجوا الأزهار كاسية الربا من حروف السحر تزكي الموردا واحفظوا الضاد ففيها مجدكم كم هجرناها وكم ضاعت سدى وانظرونا نقتبس من نوركم طابت الرؤيا ونلت بها المدى. يا لعهد كالصبابة غرسه صان للعرب زمانا أرغدا كانت الأيام ثكلى حوله تلبس الدهر ثيابا أسودا فإذا بالفجر يبدو زاهرا يقطر النور نديا أسعدا. يا عكاظا دانت الدنيا له حفه الروض فأضحى أسجدا. قد يساق الشعر فينا راهبا لم يبالي أن يتوج والدا. جادك الغيث عفيفا طاهرا يا شجي الورد يا مهد الندى. يثمر الشعر وفي أغصانه نشوة السحر تطوف المعبدا وهدير الشعر يرنو عاطرا يبهج الزهر ويعلو فرقدا. يا حماة الوحي دورك غرسكم يبذر الخلد يبذر الخلد ويمضي واستوى الناي. يا حماة الوحي دورك غرسكم واستوى الناي وغنى منشدا. ها هنا نرجو سيادة شاعر يبذر الخلد ويمضي سيدا. شكرا.